ايه نعم سيدي. ثانيه انا كنت كونداميني بكورونا، داكشي علاش تعطل عليا الاجل. دابا الثانيه انا يلا غادي نديرها، الدنيا عامره بزاف ما كاينش فين ندخل، الناس كبار والدنيا عامره بزاف اكثر من القياس، والنظام ما بانش ليا النظام. خديت الورقه ديالي قلت انا نوقف واحد شويه بعيد شويه عاد رجع عندهم بين ما توصل النمره ديالي. هذا هو الوضع. ايوا هذا راه واجب وطني، هذا راه اي واحد خاصو يدير هذه المساله هذه. ايوا هذا هو واجب وطني، مادام سيدنا هو الاول دار اللقاح دونك راه خاص الشعب كله يديرو دون نقاش. لا هذه الجرعه الثالثه اللي غادي ندير اليوم، درت الاولى والثانيه وخديت الجواز ديال التلقيح، دابا فايته 6 شهور حيت درته في شهر 3 درت الثانيه، ودابا جيت باش ندير الثالثه. صيفطوا لي ميساج، انا دابا غير حيت لقيت الدنيا شويه عامره مع ساكنه غير هنا قريبه، غادي نمشي نقضي شغلي ونعاود نرجع ثاني. وخديت النمره ديالي، انا ما متفقاش معاهم نهائيا، لان شفنا ديكا في العائلات وفاسمو والناس تكرفسات بهذاك المرض. انا جاتني كورونا ومع دايره التلقيح جوج المرات جاتني خفيفه، ما تكرفسش فيها. هذا هو، انا كنصح الناس باش يديروا التلقيح. كاين القضاء، كاين كثره المواطنين، كاين الاكتظاظ هنايا، ذاك الاكتظاظ هو اللي خلى دابا الان حيت جميع المواطنين كانوا كيديروا التلقيح الاول كانوا خادوه في بعض المراكز اخرين، الان دابا كلشي تكب في هذا، داكشي علاش كيبان لك هنا الكثره كاينه هنايا. ولكن كيفما كان الحر حنا تغلبنا على 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 على, على, على المشكل اللي كان، كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. راه المواطنين داخل القاعه كيديروا التلقيح ديالهم، الطاقم الطبي كان في المستوى، والطاقم الطبي اللي كان كيشاورك اسمن النوع بغيتي تضرب ما كيجيش وكيدير لك فهادشي اللي كاين.